أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس برايس في هذه النشرة الإخبارية. انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب صباح اليوم الاثنين الرابع من شتنبر. التفاصيل مع مريم حمداوي. انطلق صباح اليوم الاثنين الرابع من شتنبر الموسم الدراسي الجديد بالمغرب، وشرعت المؤسسة التعليمية الابتدائية الإعدادي والثانوي بكافة مدن ومناطق المملكة صباح يومه الاثنين في استقبال التلاميذ لبداية موسم دراسي جديد بعد نهاية العطلة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد حددت انطلاق الموسم الدراسي المقبل في تاريخ الرابع من شتنبر، فيما سينتهي خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2024. صعقة كهربائية تنهي حياة أم خمسينية بإقليم تونات داخل منزلها. التفاصيل مع شيماء مرابط. أنهت صعقة كهربائية مساء السبت حياة سيدة داخل منزلها المتواجد بحي الحمري بجماعة قرية با محمد بإقليم تونات، وتعرضت ابنتها لحروق وصفت بالبليغة. وحسب مصادر محلية فإن الضحية تبلغ من العمر 50 سنة، كانت تهم باقتلاع مسمار من حائط إحدى الغرف باستعمال ملقاط حديد قبل أن تتعرض لصاعقة كهربائية عجلت بوفاتها بعين المكان. وقد تم نقل ابنة الضحية إلى المستشفى حيث تتلقى العلاجات الضرورية. توقيف 15 شخصاً حاولوا منع تدنيس القرآن الكريم بالسويد. نترككم مع التفاصيل. أوقفت الشرطة السويدية الأحد 15 شخصاً كانوا يحاولون منع اللاجئ العراقي سلوان موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم. وقع الحادث في منطقة فارنهيم سولغيت في منطقة مالمو الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة. وقام نحو 100 متظاهر بإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة وموميكا بعد أن أحرقت مجموعة مناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم تحت حماية الشرطة. وأبعدت الشرطة موميكا من مكان الحادث بعد وقوع مشاجرة واعتقلت 15 متظاهرا. وقالت شرطة مالمو في بيان إن تواجد الأمني المكثف مستمر في المنطقة تحسبا لوقوع حوادث محتملة. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب. نترككم مع التفاصيل. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الأحد الثالث من شتنبر انطلاق بيع تذاكر المباراتين الوديتين التي ستجمع المنتخب الوطني الأولمبي بالمنتخب البرازيلي. وحرص المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي عصام الشرعي على استدعاء 28 لاعبا من أجل خوض معسكر تدريبي داخل مركز محمد السادس لكرة القدم استعدادا لمواجهة البرازيليين. بحسب ما أعلنه الاتحاد المغربي لكرة القدم الجمعة الماضي، وضمت قائمة الشرع 25 لاعبا محترفا في أوروبا وثلاث لاعبين فقط من الدوري المغربي المحلي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن عن انطلاق بيع التذاكر للمباراتين الوديتين. التفاصيل مع غيتا حمدي. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الأحد الثالث من شتنبر انطلاق بيع تذاكر المباراتين الوديتين التي ستجمع المنتخب الوطني الأولمبي بالمنتخب البرازيلي. وحرص المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي عصام الشرعي على استدعاء 28 لاعبا من أجل خوض معسكر تدريبي داخل مركز محمد السادس لكرة القدم استعدادا لمواجهة البرازيليين. بحسب ما أعلنه الاتحاد المغربي لكرة القدم الجمعة الماضي، وضمت قائمة الشرع 25 لاعبا محترفا في أوروبا وثلاث لاعبين فقط من الدوري المغربي المحلي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.